مبدئيا بنرحب بشبكه يقين اللي منورانا النهارده. انا اسمي محمد مدني العطواني، امين عام اتحاد جمعيات اسوان، في احتفاليه بينظمها الاتحاد النوعي لجمعيات اسوان بعيد الام ويوم اليتيم. احنا الاتحاد منظمه من منظمات المجتمع المدني بتضم في عضويتها اكثر من حوالي 50 جمعيه اهليه لابناء اسوان بالقاهره. كل سنه بنعمل احتفاليه على عيد الام ويوم اليتيم، والحمد لله زي ما حضراتكم شايفين الحضور ده جزء بسيط من اهالي اسوان المقيمين هنا في القاهره، مترابطين مع المجتمع المصري وبنأثر فيه وبيتأثر فينا. وكل سنه يعني لمسه تكريم للام ويوم اليتيم، لمسه هي ما يعني الام دي نحتفل بيها كل يوم في السنه مش يوم واحد في السنه، ولكن عرفا احنا بنقول لامنا كل سنه وهي طيبه. كل ام تعبت لابن من ابناء مصر كل سنه وهي طيبه، وربنا يا رب كده يطمنا على كل امهات مصر، وامنا الكبيره مصر تبقى بخير وتبقى بسلام وتبقى دايما في امان. وكل سنه وحضراتكم طيبين منورينا، وان شاء الله تستمتعوا معانا بفقرات الحفل. شكرا. تمام.